عن أصل دور حكمة قالها أجدادنا زمان. معاكم محمد عرفة على قناة جريتر إيجيبت، نحاول نعرف في حكايات فرعونية أصل أجدادنا كان إيه وكانت حياتهم عاملة إزاي. صاحبة الموميا اللي احنا شايفينها هي ملكة مصرية قديمة يطلق عليها الزوجة الملكية العظمى، هي ام الملك أمنحتب الرابع الشهير بإخناتون، وهي جدة الملك توت عنخ آمون. عاشت في عهد الأسرة 18، هي الملكة تيه. كانت حديث العالم في الأسابيع الماضية أثناء نقلها إلى بيتها الجديد في متحف الحضارة المصرية القديمة في مدينة الرصاص. هي بنت يويا المستشار السياسي للملك أمنحتب الثالث، زوج ابنته الملكة تيه. لقب بالعديد من الألقاب، منها أبا الإله أو الأب المقدس، سيد الأراضين، حامل ختم ملك الوجه البحري، المشرف على ثيران الإله آمون، وغيرها من الألقاب. وهو من أصل غير ملكي من مدينة أخميم بمحافظة سوهاج. كان يويا كاهن ومشرف على الثيران المقدسة وقائد العجلات الحربية. وقيل إنه من أصل أجنبي، ده كان راجع بسبب ملامح موميائه وطرق المختلفة اللي كان بيكتب بيها اسمه. الملكة دي هي بنت يويا المغنية في معبد الكرنك. كانت قبل زواجها مغنية الإله حور ورئيسة احتفالات كل من الإلهين مين وآمون، مما يشير إلى أنها كانت عضو في العائلة المالكة أو هي من أصل ملك. الملكة دي كان لها أخ شقيق يدعى عالم وكان كاهن لإله آمون. يعتقد أن الملك آي خليفة الملك توت عنخ آمون هو أخ آخر للملكة دي، على الرغم من عدم وجود نقوش تاريخية تؤكد هذه المعلومة. تزوجت الملكة الزوجة الملكية العظيمة أو ما أطلق عليها سيدة الكبيرة من الملك أمنحتب الثالث في العام الثاني من حكمه، وأنجبت الملكة سبع أولاد، وقيل إن هم أكتر من كده. أولادها البنت الكبرى وتدعى سات آمون اللي اترقت إلى منصب الزوجة الملكية العظمى في العام 30 من عهد والدها، والابنة إس ترقت أيضا إلى زوجة الملك العظمى. حنوت تانت مش معروف إنها قد ترقت إلى زوجة الملكية، على الرغم من ظهور اسمها بداخل النقش المميز لأسماء الملوك والملكات، وظهر اسمها لمرة واحدة بس. نبتة، اسم نبتة ده يعني سيدة القصر. كان لقبها الوحيد هو ابنة الملك، وهي كانت الأخت الصغرى لإخناتون. ولي العهد حطمس، ده كان ولي العهد والكاهن الأكبر للإله بتاح، اتوفى قبل والده. الابن أمنحتب الرابع المشهور بإخناتون خلف والده على العرش وتزوج من الملكة نفرتيتي سمنخ كارع. اختلف الأمر عليه واعتقد أنه واحد من الخلفاء المباشرين لإخناتون، لكن بعد بحث أحد علماء المصريات مثل أيدن دوتسون اعتقد انه كان سلف مباشر لنفر نفر آتون، وكان حاكم ثانوي مشارك لإخناتون في الحكم، ولكن لم يكن له حكم مستقل. سيدة الصغيرة بنت أمنحتب الثالث والملكة تيه وام توت عنخ آمون، هي شقيقة وزوجة صاحب المومياء المعصور عليها في مقبرة وادي الملوك، وهي موجودة الان في المتحف المصري بالقاهرة. باكت آتون يعتقد انها بنت الملكة تيه لوجودها في صورة وهي جلسة بجانب الملكة تيه في عشاء مع إخناتون ونفرتيه. وبكده نكون اتعرفنا في الجزء الأول من حكاية الملكة تيه على عائلتها وأولادها من الملك أمنحتب الثالث. لكن عاوزين نعرف إيه هو السر الذهبي للملكة تيه، وده اللي هنشوفه في الجزء الثاني من حكاية الملكة تيه. استنونا.